Zamenes di dos a ti, Raúl. Raúl iba a estar ali, Carmona, 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 Raúl. ¡Oh, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! أول هدف المباراة. أول هدف المباراة يسال على ريال مدريد الإسباني. راؤول دا كوستا كيركويدا يسجل أول هدف المباراة في حدود الدقيقة 19. في حدود الدقيقة 19 يعني تهور دفاعي على مستوى دفاع نجم الريال الساحلي. يعني توغل وفقد الرقابة اللي كانت عليه.